بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا سيد الرئيس، مرحبا بالوزير الأول وسادة الوزراء. نتوقف مع الإبادة الجماعية في غزة اللي مارس العدو الصهيوني والدول الداعمة له، وذكر به الحكومة الموريتانية والخارجية الموريتانية وضرورة الانخراط في الحراك الدولي المجرم لهذا العدو المجرم والدول الكبرى الداعمة لرأس الولايات المتحدة الأمريكية. نهينا المنتخب الوطني ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والنجاح وفوز، وأكد عن الشباب الموريتاني لين دار الظروف قاعد يعمل بها ولين تعطاه الثقة أنه قادر على صناعة المستحيلات. سيد الوزير، نحن في نهاية مأمورية الرئيس 5 سنوات، كنا نتوقع من هذه المأمورية، كنا نتوقع من هذه السياسة العامة للحكومة أن تجيب لنا أرقام ومعطيات تقييمية لبرنامج تعهداتي اللي موجود عن الشعب الموريتاني كامل، واللي قد موجودة فيها أرقام وتعهدات قابلة للقياس وموجودة، لكن تفاجئنا للأسف أنها 40 صفحة أدبية تكرر دائما، حتى بعض العبارات وبعض الجمل اللي جات في 2020 رجعتوها، وبعض الفقرات كوبية كولي. ما قدرت الحكومة استفاد من رقمنا، ياك تقدم لنا ملخصات ومنحنيات واضحة 40 صفحة قال الوزير بشكل أدبي. وأنا أعطيكم سيد الوزير الأول خلاصة لهذه الحصيلة. سيد الوزير الأول، فيه مظاهر تراجع بين في الحريات. مظاهره شنهي؟ قمع الطلاب قدام وزارة التعليم العالي، قمع القصرات سكان القصرات، اعتقال الشباب في أطار، آخرها اعتقال شاب عنه كتب تقرير عن إشكال تعليم في واحدة من مقاطعات الداخل، اعتقاله وتوقيفه، وهذا بين. الانتخابات بشهادة جميع الطيف السياسي أو أغلبية الطيف السياسي معارضة الموارئ كانت بعيدة من الشفافية وبعيدة من النزاهة، وعدنا نجو من منظومة انتخابية مهزوز الثقة فيها. في الجانب الاجتماعي سيد الوزير الأول، الأسعار يربط الرأس كم مرة ترتفع، ومنها الزيادة اللي حققته الكبيرة وأول مرة في حكومتكم زيادة المحروقات، وكنتم واعدين الشعب الموريتاني عن هني تنخفض عالمية ليدقض، وياك بعد ما عدلتوه. الشباب قنطوا هاجر 13,000 شاب رأي رصفة الحيط، وآلاف في الطريق وآلاف حاصرة طريقة تمشي بها. سيد الوزير الأول، البطالة وأرقامها، ينطيهم بعض الأرقام اللي تأكد انتشار البطالة الشديد في وسط الشباب، رقم الواقع الصحي المتردي، ورقم بعدنا من الوصول إلى 20 عامل صحي ل 10,000 مواطن. عندنا أكثر من 400 طبيب بين عام وأخصائي يطالبوا بالاكتتاب، عندنا 1500 ممرض ممرضين الأحرار بعضهم يتجاوز سن الوظيفة العمومية يطالبوا بالاكتتاب، الدولة ما شغلتهم ولا ساعات في طريقة يشغلوا بها في القطاع الخاص. كيف تراجع وفتشيات الشغل عن تطبيق قانون الشغل اللي فرضته الحكومة عنهم يتراجعوا عن تطبيقه على المؤسسات الخصوصية. سيد الوزير الأول، هذا الواقع اللي ذا هو اللي فيه الشباب الموريتاني واللي كان هم آمال، ويبدون مولي الحكومة حتى القاز اللي يجي قالت لهم أنه ما خارج منه شيء، وأنه ما مشاق الحد، وأنه ما وقاد يحل إشكالات اللي موجودة فيها. سيد الوزير، التعليم والمدرسة الجمهورية جميع نقابات المدرسين اليوم تشكي وفي ضراب سلسلة احتجاجات، الفقراء شاكين، الشباب شاكين، المدرسين شاكين، من يرضى عنكم معالي الوزير الأول؟ سيد الوزير الأول، ينقال مثل اسمع كلام بكينك ولا تسمع كلام ضحكينك، وشاك عن هذا المثل عنه تجربته العملية في الحكومات الماضية كان ينقال لها كل شيء وعنها كل شيء عدلته، وفي الأخير تضاح لنا التقارير، تضاح المحاكم وتضاح الأرقام ويضاح حجم الفساد وحشم النهب اللي كان خالق. سيد الوزير الأول، هذا الواقع ما يقدر يستمر، الناس فترت ارتفاع المثل للأسعار. شكرا سيد النائب.